مرحبا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وده معادنا مع فقرتنا الصحفية اللي بنحلل فيها أبرز المنشطات من خلال ضيفنا اللي معانا عبر الماسنجر، أستاذ صبري الجندي الكاتب الصحفي بالأهرام. صباح الخير يا أستاذ صبري. يا أهلا وسهلا، أهلا إزاي بحضرتك يا أستاذ حضرتك؟ صبري. أهلا بحضرتك معانا، بقالي زمان ما شفتش حضرتك. ربنا يخليك، أهلا بحضرتك منورنا. يعني خليني يا أبدأ، أهلا وسهلا، اهلا بحضرتك، خليني ابدا مع حضرتك بنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس، واول منشطاتنا من جريده اليوم السابع: الرئيس يبحث مع موسى فقيه القضايا الاقليميه وسد النهضه، ويؤكد مصر لم ولن تدخر جهدا تجاه دعم اشقائها الافارقه ودائما يدها ممدوده للتعاون، ورئيس مفوضيه الاتحاد الافريقي يشيد بقصه نجاح مصر الملهمه بقياده السيسي. تفصيل الخبر بتقول: اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان مسار التطور في إفريقيا يبدأ أولا وقبل كل شيء بترسيخ الاستقرار وإنشاء بنية أساسية متكاملة تشكل قاعدة للتنمية للدول الأفريقية تتيح الربط ما بين الأقاليم الجغرافية للقارة الأفريقية، وهو ما يعزز الهدف المنشود للتكامل الاقتصادي والاندماج الأقليمي بالقارة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية. وصرح سفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر والاطلاع على رؤية الرئيس تجاه عدد من الموضوعات والقضايا الأفريقية، وذلك في ضوء الاستعدادات الجارية لعقد القمة الأفريقية السنوية المقبلة. خليني في البداية أسأل حضرتك طبعا عن القمة الـ 34، القمة الأفريقية، ونتكلم شوية عن العلاقات المصرية الأفريقية، وبعد كده نتكلم عن هذا الاستقبال وهذا اللقاء. هو حضرتك عارفة أنه قمة الاتحاد الأفريقي سوف تعقد إن شاء الله في 7 و8 فبراير القادم، صح؟ وقبلها هتعقد على مدى 2 و3 و4 فبراير اجتماعات لوزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي، نعم، عشان يحضروا لجدول أعمال القمة الخاصة بالاتحاد. وبالتالي مصر لما كانت بترأس الاتحاد الافريقي لعبت دور كبير جدا في محاولة ربط دول القارة بعضها ببعض بمشروعات بنية تحتية، وعشان سهولة التنقل وسهولة التبادل التجاري بين دول القارة. ولما خلصت السنة بتاعتها كرئيس للاتحاد لم تتوقف مصر عن بذل كل الجهود المطلوبة أو اللي هي بتتصور إنها قادرة على استمرار التعاون الإفريقي الإفريقي وعلى دعم الشعوب الإفريقية وعلى التأكيد على استقلالها وعلى حريتها في اتخاذ قراراتها، باعتبار أن مصر هي الشقيقة الكبرى. زي ما هي الشقيقة الكبرى للدول العربية، هي أيضا الشقيقة الكبرى للدول الإفريقية باعتبارها من أوائل الدول التي تحررت في القارة الإفريقية، صحيح. وباعتبارها هي التي ساندت في ستينات القرن الماضي كل حركات التحرر في إفريقيا، واستضافت بعض الزعماء الأفارقة اللي كانوا بيكافحوا من أجل استقلال بلادهم. الدور المصري ممتد، وإن اختلفت الظروف زي ما قلنا في كده، كل مرحلة تاريخية لها ظروفها، والآن هي مرحلة خلق فرص للتعاون الاقتصادي والثقافي بين دول القارة، وخلق فرص للتبادل التجاري الأكبر، وخلق فرص للاعتماد على الثروات الطبيعية الهائلة اللي موجودة في إفريقيا، وأيضا توحيد الجهود السياسية لرفض التدخلات في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية، والتأكيد على استقلال القرار الإفريقي. كل دولة إفريقية مستقلة بقرارها ومستقلة فيما تتخذ من قرارات لصالح التنمية لشعوبها. هذا من ناحية الاجتماع القمة، لكن من ناحية اللقاء الذي تم بالأمس مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، هو تأكيد على الثوابت المصرية. الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس أكد على الثوابت المصرية المتمثلة
في التأكيد على دعم العلاقات الإفريقية الإفريقية واستمرار التعاون المصري مع الدول الإفريقية في شتى المجالات، والتأكيد على أن مصر لا تتدخل في شؤون الدول الإفريقية. صحيح. وأيضا التأكيد على أنه موقف مصر ثابت من قضايا القارة ومن علاقتها بالدول الإفريقية، خاصة أن لدينا مشكلة خاصة بمياه النيل. صحيح. مع دولة إفريقية هي أثيوبيا. صحيح. طيب خليني برضو أتكلم مع حضرتك عن يعني أنا كنت أتكلم مع حضرتك في ملف الخاص بسد النهضة ورؤية حضرتك ل يعني أو توقعات حضرتك لما ماذا تفعله مصر في الأيام القادمة. إحنا بنسمع كتير وأقاويل كتير بتنادر أو يعني بتندد بأنه لازم يكون في حرب ما بين أثيوبيا أو مصر تقوم بحرب أو تشن حرب على أثيوبيا. رؤية حضرتك ل يعني هذه الأقاويل. شوفي حضرتك، خيار الحرب هو الخيار بعد الأخير، لأنه مصر لم تعدم خيارات كثيرة جدا ما زالت على طاولة المفاوضات رغم المماطلة الإثيوبية ورغم التسويف من قبل إثيوبيا ورغم التراجع عن تعهدات أخذتها الحكومة الإثيوبية تجاه مصر والسودان. صحيح. إلا أنه مصر تعتمد على المفاوضات السياسية والفنية الخاصة بمياه النيل. مصر أكدت كثيرا ومرارا وتكرارا أن مياه النيل لن تمس، وأن حصة مصر الثابتة منذ أكثر من 150 سنة وهي 55.5 مليار كيلو متر مربع مكعب من المياه لن تضار أبدا، وأن كل المفاوضات مع أثيوبيا يعني تواجه بتعنت أثيوبي وتراجع في المواقف من قبل أثيوبيا ومحاولة كسب الوقت، كسبت الوقت واستكملت البناء وقامت بالملء الأول للخزان السد، والآن تحاول أن تملأ الملء الثاني. وكل يوم تصدر عن الحكومة الأثيوبية قرارات متناقضة وبيانات متناقضة وبيانات فيها استفزاز لدولتي المصب السودان ومصر. صحيح. السودان توقفت عن المفاوضات وردت على البيان الأخير للحكومة الأثيوبية، بينما مصر تجاهلت هذا البيان لأن مصر تعرف تماما خطواتها، كل خطوة مبنية على موقف تتخذه أثيوبيا مناهض للعلاقة التاريخية بيننا وبينها، مناهض للرباط الأزلي ما بين أثيوبيا ودول حوض النيل. نحن لدينا رباط من الأبد إلى الأزل لأن النيل هو الذي يربطنا وهو شريان الحياة، ليس لمصر والسودان ولكن لكل دول منابع النيل أيضا تعيش على النهر وتشارك بعضها البعض في النهر، ولا يستطيع أحد أن يوقف النهر عن جريانه، ولا يستطيع أحد أن يوقف المياه التي تصل إلى السودان وإلى مصر عن جريانها، لكن كلها مماطلة وتسويف ولعب من وراء الستار من دول داعمة لأثيوبيا متصورين أن مصر سوف تخضع في النهاية لهذا الابتزاز الأثيوبي المرفوض جملة وتفصيل. صحيح. طيب من العلاقات المصرية الأفريقية أنا هروح مع حضرتك لمنشط آخر معانا خاص بتداعيات أزمة فيروس كورونا. صندوق النقد يشيد بنجاح مصر في التعامل مع تداعيات كورونا على الاقتصاد. استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقرير المعد من قبل صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد المصري والإجراءات المتخذة من جانب الدولة المصرية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، والذي عرضه الدكتور محمد معيط وزير المالية
وأشار الدكتور محمد معيد وزير المالية إلى أن صندوق النقد الدولي أقر في تقريره بنجاح السلطات المصرية في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا وما نتج عنها من تداعيات سلبية على صعيد النشاط الاقتصادي، موضحا أن الصندوق أورد ما قامت به الحكومة من جهود تضمنت وضع إطار عام للتعامل مع هذه الأوضاع غير المسبوقة من حيث التأثير السلبي على الاقتصاد المحلي والعالمي في ظل عدم وجود أي تصور لمداها الزمني المتوقع، حيث يقوم هذا الإطار العام على 4 ركائز أساسية، منها التعامل مع الأزمة على مراحل وبشكل سريع ومؤثر مع الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية دون التأثير على المكتسبات المحققة من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي انتهجته جمهورية مصر العربية بدءا من العام المالي 2016-2017، والذي كان من أهم أهدافه دفع النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل. رؤية حضرتك لهذا التقرير؟ هو بالفعل اللي ساعد مصر على أن تصمد وأن تقاوم في جائحة كورونا التي ضربت العالم منذ حوالي داخلين على تقريبا سنة هو أو 10 شهور، اللي خلى مصر تبقى صامدة وتحقق هذا التوازن الاقتصادي هو أنها كانت بالفعل قد بدأت خطة للإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 عندما قامت الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف العملات الأجنبية اللي مثل أعباء ضخمة علينا كلنا، على كل المصريين الغني والفقير وفي الطبقة المتوسطة التي أنت وتئن من أعباء هذا الإصلاح. لكن في النتيجة النهائية اللي لسه هنشوفها كمان أنه هذا الإصلاح أنقذ مصر من تداعيات ليس فقط جائحة كورونا ولكن تداعيات الركود العالمي والتراجع الاقتصادي العالمي الذي حدث نتيجة وجود كورونا في أكثر من 190 دولة حول العالم. الإصلاح الاقتصادي هو الذي أصبح مسار إعجاب وتقدير من كافة المؤسسات الاقتصادية الدولية ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات التصنيف الاقتصادي المعروفة عالميا، لأنه كل المؤشرات الاقتصادية تقول أن مصر بفضل الله وبفضل التخطيط الجيد من الدول القلائل في العالم التي استطاعت أن تجعل آثار جائحة كورونا عند حدها المعقول والمقبول. كل دول العالم حققت معدلات نمو بالماينس يعني بالناقص، بينما نحن حققنا معدل نمو مش بطال 3 وشوية%، بينما كان قبل جائحة كورونا وصلنا إلى 5.6%، وكان متوقع إن إحنا ما نحققش أي معدلات نمو. لكن بفضل الله وبفضل تفهم غالبية المواطنين للآثار الجانبية الاقتصادية للجائحة قدرنا إن إحنا نتجاوز إلى حد كبير الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للجائحة، واستمر معدل النمو حتى وإن لم يكن كما هو متوقع. نحن تراجعنا من 5.6 إلى 3 وشوية، وكنا نخطط للوصول إلى أكثر من 6.5%. يعني هذا التراجع عندما تحققين في كل مثل هذه الظروف الدولية والإقليمية معدل نمو يساوي 50% من المتوقع، ده يبقى شيء هائل جدا. صحيح. وشيء عظيم يحسب للدولة المصرية وللحكومة المصرية. لكن يتبقى شيء انه زي ما هناك مجموعة من المبادرات المهمة جدا التي اطلقت اخيرا، اهمها مثلا تطوير 4576 قرية تمثل اجمالي عدد القرى
في مصر كلها على ثلاث مراحل، على ثلاث سنوات وثلاث مراحل. بدأوا الآن ب 1500 قرية على مدار المرحلة الأولى في 50 مركز في مصر. هذه المبادرة القومية المهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري قادر على تحمل كل تبعات الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها الدولة المصرية على مدى قريب، وهو 3 سنوات. ده معناه إيه؟ معناه أن الاقتصاد المصري إن لم يكن مهيئا وقادرا على توفير على الأقل جزء من التمويل الذي يبلغ أكثر من 515 مليار جنيه تحديدا، يعني أكثر من نص تريليون جنيه مصري، لو ما كانش قادر على تدبير هذه الموارد المالية ما كناش بدأنا في هذا المشروع، الذي أعتقد أنه لو اكتمل ولو تم تنفيذه بالمعدلات التي خطط لها سوف يغير ليس وجه الحياة في الريف فقط، ولكن سوف يغير وجه الحياة في مصر كلها. صحيح. طيب احنا في نفس السياق يعني جائحة فيروس كورونا، معانا منشط آخر: وصول 50,000 جرعة لقاح كورونا إلى مطار القاهرة قادمة من الهند. تفاصيل الخبر بتقول: وصلت شحنة من لقاحات كورونا المصنعة في دولة الهند إلى مطار القاهرة أمس، والتي تقدر بنحو 50,000 جرعة ضمن جهود الدولة وسعيها في توفير لقاحات الفيروس من مصادر متنوعة. وقالت مصادر من مطار القاهرة أن شحنة وصلت القاهرة على طائرة الخطوط الإماراتية قادمة من الهند عن طريق العاصمة الإماراتية دبي، وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات الإفراج عنها. وكان دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية أعلن مساء السبت أن مصر سوف تحصل على شحنات من لقاحات كورونا من مختلف المصادر بشكل تدريجي. رؤية حضرتك لهذا الخبر؟ طيب، هو بس ده ردا على الذين قالوا أن مصر سوف تعتمد على اللقاح الصيني فقط. صحيح. وأديرت حملة ممنهجة من خارج مصر وداخل مصر لرفض أو للتشكيك في جدوى هذا اللقاح، اللي هو زي وزي بقية اللقاحات التي أعلن عنها في طور التجربة وفي طور معرفة هل له أثار جانبية ولا لا، لأنه كل اللقاحات جديدة ولم تجرب وما كانتش موجودة في الأسواق قبل كده. صحيح. وبالتالي إذا كانت هناك مخاطر من أي لقاح فهذا يستوي على كل اللقاحات. نحن سمعنا أن هناك لقاح أخذوه في دولة ما وحصل وفيات وحصل سايد إفكت، يعني أثار جانبية. صحيح. ده لقاح جاء من الهند، وقررت مصر تنويع مصادر استيراد اللقاحات. احنا عندنا لقاح انجليزي اعتقد انه في برضو كمية وصلت منه، وعندنا لقاح بيتم التفاوض عليه. اذا نحن ننوع مصادر استيراد اللقاحات كما نوعنا ونجحنا في تنويع مصادر استيراد السلاح اللي محتاجاه قواتنا المسلحة، عشان ما نبقاش تحت رحمة حد، وعشان ما نديش فرصة لهواة الصيد في الماء العكر انهم يشككوا في كل. على فكرة في ناس قاعدة ليل ونهار ليس وراءها شيء غير التشكيك في حقيقي. كل حركة وإيماءة وإشارة تصدر من القاهرة سواء كانت من الحكومة او من الرئيس، لانه الهدف هو اسقاط هذه الدولة المصرية بكل مكوناتها. إذا ما كانش في إحداث فتنة بين أبناء الوطن الواحد، إن ما كانش نتكلم عن تسمم الخيار والبطاطس، إن ما كانش ينفع نتكلم عن واحد مخمور ضرب سيدة أو أنسة بسيارته وموتها، فنقول إن العدالة مش هتقتص منه. ولما تقتص منه العدالة في أسرع ما يكون الوقت وباعتراف الجميع، نشكك أيضا في المحاكمة التي لن تتم بعد. كل ده بهدف إسقاط الدولة المصرية، لأن التآمر الذي تم على الدولة ولا يزال مستمرا للأسف يقود مصريين مع آخرين
غير معلنين، لكن المصريين احنا شايفينهم وعارفين هم بيعملوا ايه، ومش قادرين يحققوا مخططاتهم وطموحاتهم التي تصطدم بصلابة الجبهة الداخلية المصرية وبصلابة المواقف التي يتخذها المواطنين من مثل هؤلاء دعاة الفتنة والتخريب. وبالتالي استيراد هذا اللقاح من الهند ومن انجلترا ومن الصين يؤكد أن الدولة المصرية لا تترك بابا إلا وطرقته لصالح بقية المواطنين. طب ده يا أستاذ صبري مش هيخليهم يشككوا في أنه كتر التنوع في اللقاحات فإنه هيميزه، أو الحكومة المصرية هتميز أنه لو في مثلا الأدق شوية مثلا الإنجليزي أو الصيني والهند أقل شوية، فإحنا هنخلي الأطباء ياخدوا اللي هو يعني الأعلى ونخلي الناس التانية، يعني زي ما حضرتك بتقول فكرة التشكيك دايما موجودة أو الثقافة دي لسه موجودة. ما هو إحنا عارفة حضرتك لو إحنا قعدنا نرد على الناس اللي بتشكك يبقى مش هنشتغل. صحيح. ولو احنا قلنا انه هندي لده ونفضل ده ومين اللي خد ومين اللي ما خدش برضه مش هنشتغل. الحكومة المصرية ليس لها مصلحة في انها تستورد شيء ضد مصالح شعبها او صحيح. ضد صحة شعبها، ولا لها مصلحة انها تميز حد عن حد. هي الجرعات التي تأتي وتبقى جاهزة للاستخدام هتؤخذ وفقا للأولويات المعلنة، الطاقم الطبي ثم كبار السن، وكبار السن زي ما قال الدكتور تاج الدين الأكبر فالأصغر، واللي عنده أمراض مزمنة عنده أولوية، وهكذا لغاية ما نصل إلى العدد المستهدف من المواطنين المصريين. على فكرة هذه اللقاحات لها كلفة تقدر بالملايين. صحيح. والحكومة المصرية تم قيامها بتوفير الموارد المالية أيضا عشان ما يبقاش شيء مطروق للصدفة وما يبقاش شيء مطروق لرحمة الذين يصنعون هذه اللقاحات. لكن المشكلة أن الطلب على اللقاحات أكبر كثير جدا من طاقة الشركات المنتجة. تخيلي حضرتك صحيح. عندنا 6 مليار محتاجين لقاحات بينما الكميات التي تنتج لا يمكن تصل إلى تحقيق 6 مليار جرعة. وبالتالي هناك أولويات للشركات صحيح. التي تنتج أولا لدولها الأول، للدول اللي هي بتشتغل فيها. صحيح. يعني الهند الشركات الهندية أولويتها صحيح. الهند صحيح. الشركات الإنجليزية أولويتها في إنجلترا وهكذا. وبعدين ما يفيد عن حاجة هذه الدول بتبدأ تصدر، وأيضا وفقا للأولويات اللي طلب الأول هياخد الأول واللي طلب الآخر هياخد الآخر وهكذا. فإحنا لا نتوانى في تدبير لا الموارد المالية ولا الجهات التي يتم الاستيراد منها لصالح صحة المواطن المصري. واحنا هنا كمان يعني الاطباء يعني بيبذلوا قصارى جهدهم ان احنا يقدروا يصنعوا حاجة تفيد، يعني يتوصلوا الى لقاح بيتوازي مع او يتوازى مع اللقاحات ويقدر يجيب نفس النتيجة. احنا عندنا محاولات بالفعل جادة على كم شهر لمحاولة يعني تصنيع او ابتكار لقاح مصري، لكن لم تصل حتى هذه اللحظة إلى أنه إحنا نعلن عنها أو أنها وصلت لمرحلة نستطيع من خلالها نقول أن إحنا قدامنا 3-4 شهور ويبقى عندنا لقاح مصر. عندما نصل إلى هذه النقطة هيكون المستهدف من التطعيم أغلبه تم تطعيمه ضد فيروس كوفيد-19 بكل. على فكرة كمان أنه التحور الذي يحدث للفيروس قد يجعل الشركات تلهس وراء أبحاث جديدة لمواجهة هذا التحول. صحيح. لكن على الأقل ما هو موجود من لقاحات الآن يغزو العالم ومطلوب في العالم، والشركات المنتجة للقاحات دي عليها طلب شديد جدا جدا جدا
وعليها قوائم انتظار كبيرة جدا، عشان كل دولة عايزة تتسابق مع الدول الأخرى في أكيد توفير اللقاح لأبنائها. أكيد وبالتالي إحنا الحمد لله عندنا أكثر من 150 ألف جرعة إن شاء الله بتتاخد للطاقم الطبي، ثم الأولويات اللي قلنا عليها، وتأتي بقية الجرعات تباعا إن شاء الله، وربنا يدينا العمر يا رب لكل الشعب المصري إن شاء الله إن شاء يتم الله. تطعيمه بهذا اللقاح اللي بوعي الشعب المصري وبقدرته على الحياة نقدر نتجاوز هذه المحنة. يا رب إن شاء الله. كوفيد 19 محنة ضربت العالم، ونستطيع أن نحولها إلى منحة إلهية، بأن إحنا ناخد بالنا من نفسنا ومن صحتنا، وإن إحنا نقعد طول الوقت نقول يا جماعة خدوا بالكم المسألة مش هزار، وخدوا بالكم ما زالت الخطورة من الفيروس قائمة، والاستهتار مش كويس، والمرحلة التانية أو الموجة التانية من الفيروس للأسف الشديد ضربت أعمار الموجة الأولى ما كانتش صحيح، ما بتتعامل كناش معاها. بنسمع عن هذه الأعمار. عندنا شباب وعندنا ستات وعندنا رجالة وعندنا أعمار متوسطة وعندنا أطفال، أطفال. فناخد بالنا، لأن الأمور التي هي فعلا بيد الله، لكن بالعقل والمنطق وبالتصرف الحكيم نستطيع أن نتجاوز هذا الفيروس اللعين. يا رب يا أستاذ صبري، أنا بشكر حضرتك جدا، بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا، بشكرك أستاذ صبري الجندي الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام، بشكرك على تحليلك كمان الصحفي الأكثر من رائع، شكرا لحضرتك. مشاهدينا فقرتنا الصحفية انتهت، هنروح لفاصل ونرجع مع فقرتنا الأخيرة، فقرة السياحة والآثار، وزي ما قلنا نتكلم فيها عن واحد سيوة مع ضيفتنا دكتور فاطمة عبد الرسول، المحاضر بمركز الدكتور زاهي حواس للمصريات. خليكم معانا.